ومن الرباط معنا عبر الهاتف الدكتورة نجية العمراوي، مديرة المركز الوطني لتحقن ومبحث الدم. أهلا بك معنا دكتورة نجية. دكتورة، ما مدى حاجتكم في مركز الوطني لتحقن ومبحث الدم، وهل وصلتكم الاستجابة الشعبية ولا زالت يعني لا زالت متواصلة من أجل اكتفاءكم لحاجتكم من الدم؟ أول شيء شكرا جزيلا على هذا التضامن الكبير من جانبكم. أود أن باسم المركز الوطني لتحقن الدم أن أقدم تعازية لجميع الأسر التي فقدت أهاليها، وكذلك أود أن أتمنى الصحة العاجلة لجميع المصابين في هذا الحدث الذي أصيب به المغرب. أول حاجة بالنسبة لمركز الوطني لتحقن الدم، في الدقيقة الأولى بعد الزلزال تم التواصل بانتظام مع جميع المراكز على الصعيد الوطني، وتم تنسيق على إرسال أكياس الدم للمناطق المحتاجة، والحمد لله كانت استجابة لجميع الطلبات بدون استثناء. وفي الصباح الباكر كان هناك توافد كثير للمتبرعين، فكان جميع المراكز تتوافد لها جميع عدد كبير من المتبرعين من المواطنين والمواطنات اللي هم مشكورين على هذا العمل النبيل. فاستطعنا البارحة بأن يتم جمع أكثر من 6000 كيس. الآن نحصل على عندنا مخزون احتياطي يفوق 7 أيام. الحمد لله احنا مستعدين للاستجابة لجميع طلبات المرضى بدون استثناء على الصعيد الوطني. فالشكر الجزيل لجميع من يساهم من قريب أو من بعيد، خاصة في هذه المحنة، يساهم من أجل ذلك المريض أو من أجل القيام بالواجب الوطني، وشكرا لكم أيضا. طيب دكتورة، بعض المناطق طرقها وعرة التي وقع بها الزلزال ولم تعد سالكة كما كانت من قبل، هل واجهتم صعوبات بالنسبة لمركز تحقن ومبحث الدم في إيصال أكياس الدم إلى المتضررين أو حتى إلى الطواقم الطبية في المستشفيات الميدانية حول تلك المناطق أو القرى؟ للإشارة فقط، المغرب المركز الوطني يقوم بتسيير 18 مركز جهوي على الصعيد الوطني، يعني في جميع الجهات هناك مراكز وطنية، وكذلك هناك أبناك الدم أكثر من 14 بنك الدم، وهناك مخازن للدم 24 مخزن للدم. فهناك تواصل الآن مع جميع الجهات بدون استثناء، وهناك شركات خاصة للتنقل لكي تنقل أكياس الدم في بالشكل المطلوب والمنصوص عليه بالنسبة للمنظمة العالمية للصحة. فهناك تواصل باستمرار الحمد لله، وليس هناك أي مكان لم يتوصل بأكياس الدم. طيب دكتورة، قلت أن ما لديكم يكفي لسبعة أيام، هل هناك مخاوف تحاولون أو تحديات تحاولون تجنبها؟ نعم، نحن الآن في إطار تنزيل استراتيجية وطنية لكي نحافظ على هذا المخزون على طول السنة. فهناك عدة شركاء لنا وعدة جمعيات، نقوم بتعديل برنامج لحملات التبرع بالدم على طول هذه الأشهر إن شاء الله. طيب دكتور، أيضا كيف هي الهبة الشعبية منذ وقوع الزلزال وتوافدها على مراكز الدم من أجل إعطاء جزء من هذا الدم لمساعدة المتضررين؟ كيف تقيمين ذلك، وهل من كلمة توجهين لهم؟ نعم، في الحقيقة عطاء المواطنين عطاء يشكرون جدا جدا له، لأن هناك توافد كبير، هناك تفاهم من جهة المواطنين، هناك تنظيم مع المسؤولين، هناك تنسيق مع المسؤولين ومع مديرين المراكز. الحمد لله لحد الآن العملية تسير في أحسن حال. وبهذه المناسبة أوجه الشكر الجزيل لكل من يساهم من قريب ومن بعيد، لكل المتبرعات والمتبرعين، لكل المواطنين والمواطنات، لكل من يتضامن مع المغرب على الصعيد العالمي. وأوجه كذلك الشكر للموظفات والموظفين الذين الآن هم في يعني مستعدين لجميع أي احتمالات. الحمد لله.
شكرا لك عبر الهاتف الدكتورة نجية العمراوي، مديرة المركز الوطني لتحقن الدم، كنت معنا من الرباط.